نبقى في الدنباس، حيث ولليوم الثاني على التوالي تعاني مدينة أفدييفكا الواقعة في منطقة دونيتسك من انقطاع المياه بسبب قصف الانفصاليين لمحطة التنقية التي تزود المنطقة. وفي غضون ذلك أعلن الجانب الروسي في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار عن تقديم ضمانات من أجل السماح لفرق الصيانة القيام بعملها. هذا وأعلنت وزارة الأراضي المحتلة أن المنطقة تتلقى المياه في الوقت الحالي من الخزانات الاحتياطية.